بتروح رحلة كلها مخاطر مع تاجر ثلج ورجل الثلج وحيوان الرنة للبحث عن أختها المحبوسة في الشتاء وإنقاذ المملكة قبل فوات الأوان. الفيلم حقق فلوس كتير وفاز بعد الجوائز كأحسن فيلم وأحسن أغنية اتغنت فيه، ولأصدرتها شركة ديزني بعد 25 لغة مختلفة. فروزن. إجابة صح، برافو يا جورج. فيلم مشهور جدا. بسألكوا دلوقتي عن فنان تايم، شارك في مهرجانات كتيرة وغنى في افتتاح كأس العالم سنة 2014 في البرازيل، وأنتج عنه فيلم سينمائي كان اسمه يطير الطاير. فنان فلسطيني شاب ابتدى الغنى وهو صغير، لكن تغيرت أحلامه لما شارك في برنامج عرب آيدل وتوج نجم الموسم الثاني. لقبه عندليب فلسطيني الأسمر، ولغاية دلوقتي عنده 3 ألبومات ومن أغانيه يا حلالي يا مالي، سيوف العز، أيوه هغني، ما وحشناك، ومعروف بتقديم أغاني وطنية فلسطينية كتيرة زي علي الكوفية. مين هو؟ محمد عساف. إجابة صح. طب أنا دوس. نقطة واحدة لجورج. هو ده قبلك. طيب بسألكوا دلوقتي عن اسم فنانة تايم، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية، بدأت حياتها كعارضة أزياء وعملت إعلانات وشاركت في فيديو كليبات لجورج والسوف وعاصي الحلاني. بعد كده اتنقلت للغنى وقدمت عدة ألبومات زي هو الزمان وبدي أعيش وملكة جمال الكون، وبعد الغنى ابتدت التمثيل في مصر، قدمت في السينما دكان شحاتة وحلاوة. مين؟ هيفا. هيفا. إجابة صح يا أشرفت، برافو. هيفا وهبي. طيب آخر سؤال. دلوقتي في المركز الأول أشرقت وجورج أنت 7، وفضل سؤال واحد. نركز. أنا بسألكوا عن اسم فيلم تايم، فيلم كوميدي مشهور للممثلة ياسمين عبد العزيز، حبوه الأطفال والكبار. أحداث الفيلم عن بنت اسمها رضا وعندها مشاكل كتير وعشان تتخبى من الناس. إجابة صح فعلا، برافو أشرقت. بكده تبقى خلصت الجولة الأخيرة، والكسبان في هيت الموسم الحلقة دي هي أشرقت. تعالى جورج. ألف مبروك لأشرقت وهارد لك ليك يا جورج. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا في حلقة النهاردة واستمتعتوا زي ما احنا استمتعنا في الاستوديو. بفكركم تقدروا تسمعوا اغاني الحلقه دي على تطبيق انغامي. اشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده وضيوف جداد في هيت الموسم.